السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. ينتظر الشارع الرياضي المغربي بفارغ الصبر موعد إقالة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش من تدريب المنتخب المغربي بعدما طاوله عدد من الانتقادات من قبل الجماهير رغم تمكنه من قيادة منتخب أسود الأطلس للتأهل لبطولة كأس العالم. وحصل العربي الجديد الثلاثاء على معلومات تؤكد أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع يتجه للاستشارة ثلاث لاعبين في صفوف المنتخب المغربي قبل الحسم في مستقبل ربما المنتخب المغربي، ويتعلق الأمر بحارس فريق إشبيلية إسبانيا سينبونو الذي كان قد تحدث عقب آخر لقاء خاضه مع منتخب بلاده ضد ليبيريا في إطار الجولة الثانية من تصفية بطولة كأس إفريقيا 2023، مؤكدا ضرورة تحسين الأداء الفني قبل المشاركة في المونديال المقبل. وثاني لاعب سيستشيره القجع قبل الاجتماع نهاية شهر يوليوز مع المدرب خليلوزيتش هو القائد رومان غانم سايس الذي انتقد مؤخرا الأخطاء التي يتم ارتكابها داخل المنتخب المغربي وخصوصا في خط الدفاع. أما اللاعب الثالث فهو أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعتبر من أكثر العناصر التي تملك وزنا في صفوف المنتخب بلادها ولها تأثير في المجموعة. وحتى هذه اللحظة ورغم أن الصحافة المغربية تتحدث عن إمكانية تعيين وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي بدل وحيد خليلوزيتش للإشراف على أسود الأطلس في كأس العالم 2022، إلا أن مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يتخذوا بعد قرارا رسميا في حق مدرب منتخب بلدهم. أكد روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي أنه يدرك مستوى منافسي المغرب في نهائيات كأس العالم قطر 2022 كما أنه يدرك قوة كرة القدم الإفريقية. وقال مارتينيز في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل مدربي المنتخبات المتأهلة للمونديال في قطر: نعم لدينا معرفة بخصوص كرواتيا كمنتخب أوروبي، واجهناه عدة مرات، لكن هذا لا يعني أن منتخبي المغرب وكندا مجهولان بالنسبة لنا. وأضاف المدرب الإسباني قائلا: كرة القدم الإفريقية ستتطور بالنظر إلى المواهب الكبيرة التي تتوفر عليها، يكفي أن تعلموا أن 5 من اللاعبين الأفارقة أصبحوا جزءا مهما من منتخب بلجيكا. وأشار مارتينيز إلى أن مهمة بلجيكا لن تكون بالسهلة في المونديال عكس ما هو متوقع قائلا: كندا أيضا هو المنتخب الأفضل في تصفية كونكاكاف متفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الإقصائيات، لذلك فإن مهمتنا لن تكون بسهلة. يذكر أن المنتخب المغربي يشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 شهر نوفمبر المقبل ضمن المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخبات بلجيكا كرواتيا وكندا.